مشاهدي انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط باحدى الشواطئ بضواحي الدار البيضاء، هو شاطئ واد مرزق. نسولوا الناس على سماو واد مرزق ونضربوا دويره خفيفه ظريفه باش تعرفوا على هذا الشاطئ. اجيو معنا. على هذا الواد هذا اللي كاين هنا تقريبا، هادشي هادي ولا كاين واحد الواد هنا؟ هذا هو اللي سماه تقريبا، الله اعلم، هادشي اللي كنعرف عليه هنايا. وكي كيجيك هذا البحر من ناحيه النظافه والتنظيم؟ بيش مزيان مزيان، صعيب هذا مزيان، ما مزيان من ناحيه النظافه والتنظيف؟ لا بخير، كاين باس ما كاين باس بخير والو باس. تحيه ليك. واد مرزق على حساب المعلومات اللي توصلنا بها، هو كاين واحد الواد ديز من هاد الجهه هادي، في واحد التعفنات خطيره كتمس بالسلامه ديال المواطنين والناس اللي كيصطافوا في هذا البحر هذا. يعني على سما واد مرزق حيت في هذا الواد هذا؟ طبيعه الحال واد مرزق. واش هذا الواد ديال واد الحار ولا واد حلو ولا شنو؟ ما عرفناش اخويا، اللي عرفناه هو انه طلينا عليه بان راه خطير جدا، في واحد التعفنات، واحد الامراض يتطبوا عليه كيمسوا بالصحه ديال المواطنين اللي كيتبحروا في هذا البحر هذا. ومن ناحيه الامن والنظافه ديال البحر؟ والصراحه الامن دير المجهود ديالو، والبحر كينقصوها شويه النظافه ناحيه الازبال وهذا، اما البحر كبحر راه معفن اخويا ما نكذبش عليك. وبالنسبه للمعلمين السباحه اللي ميطناجور كيبانوا لك كاينين هنا؟ كاينين اخويا، دايرين الواجب ديالهم، كيقول لك بحال مثلا كيقول لك في هذه الجهه هذه ما تبحرش، كاين في احفاري كاين هذا، الا بغيتي تزيد لقدام في كيبان لك الناس كيتبحر، كيعطيو التعليمات للناس داير لي عليهم. هذا حيت كيكب فيه واحد الواد، هذا الواد راه كيكب ليه مسمينو واد مرزق، علاش باش كنعرفو هذاك الشيء على السما واد مرزق؟ ايه واد مرزق هي هذه البلاصه على حساب الواد اللي جاي هنا. وكي كيبان لك هذا البحر من ناحيه النظافه والامن؟ لا من ناحيه الامن مخير، والنظافه تا ما بيهش مزيان شويه وصافي. لا مزيان ما بيهش مزيان، عاوا هذا الشيء ديال الخز دابا كيخرج هنا هو اللي كيخسر، فهمتي شويه يعني الخز هو اللي كيخسر البحر، كيخسر البحر. شو دابا الدراري كيعوموا لهيه وداك الشيء ما كيقدروش يعوموا تما حيت كاين الخز في الماء بزاف، ما عندك ما دير لها هادشي ديال البحر. اما هنا برا الحمد لله كلشي مزيان. صيدتي شي حاجه دابا ولا؟ صيدت جوج، هاد جوج بارك الله. جوج صافي صافي، بارك الله يجعل البركه، ندوزوا الوقت وصافي. تحياتي. لان هنا كان واحد الواد الاسم ديالو مرزق كيدوز هنا كيجي كب هنا في البحر، داكشي اللي اسمه هاد المنطقه واد مرزق على ما اظن. كي كيجيك هاد البحر من ناحيه الامن والنظافه؟ الامن الحمد لله كاين الامن هنا موجود، راه كيدوزوا يلاه دازوا جوج ديال المخازنيه الموتورات ديالهم، وكاين اصحاب الوقايه، كاين هنا جدرميه كاينين في هذه الجهه. النظافه ناقصه بزاف شويه، لان علاش؟ لان كاين الناس ما مسؤولينش، الناس خص الناس يكونوا مسؤولين. الناس دابا كيجيو كياكلوا هنا، كياكلوا هما وليداتهم، وكيلوحوا الازبال، وكاين اماكن ديال القمامات، يعني يجيبوا ميكات ويعمرهم ويحطوا فيهم. ولكن الا درتي دابا هنا غتلقى الازبال ديال البقايا ديال الدلاح ديال البطيخ ديال الليمون ديال الناس ما مسؤولينش، ماشي كيدير واحد الخنيشات يسالي يجمع فيهم دوك الخنيشات ويمشي يلوحهم في القمامه. وكاينين القمامات تبارك الله هنا كاينين موجودين، ولكن الناس ما مسؤولينش كيلوحهم. لا مشيتي غير ليه راه غتلقى الجبال ديالهم،